نشاطات عديدة يقوم بها معهد الإمام مسلم الثانوي للبنات في تعليم العلم الشرعي والخاص بتمنوك المعلومات والمهارات والمعارف التي تفيدهم في حياتهم. في هذه المساحة الحرة سعادة جدا تكون معنا الأستاذة ناهد محمد الشريف مدير معهد الإمام مسلم الثانوي للبنات بأم درمان. مرحبا بك أستاذة. أهلا بك. أهلا بك يا هلا. الله يكرمك. مرحبا بك أستاذة ناهد. بس أرفع لنا صوتك شوية عشان نسمعك بوضوح. أيضا المشاهدين الأعزاء عايزين يتعرف على معهد الإمام مسلم الثانوي للبنات، فبداية مرحبا بك معنا في أنفاس الورد، سعيدين جدا باستضافتك. تعريف عام بالمعهد وفكرته. معهد الإمام مسلم الثانوي بنات من المعاهد الشرعية في وزارة التربية والتعليم، تم افتتاحه من قبل منظمة زنورين الخيرية الدعوية، وهو معتمد أو مرخص من قبل وزارة التربية والتعليم، يتبع لإدارة التعليم القرآني والدراسات الإسلامية. تم افتتاحه في العام 2006 اللي هو 1428 هجرية كمجمع بنات وأولاد، مجمع الأولاد في الحاج يوسف الفيحة والبنات في الثورة الحارة العاشرة. المعهد نظام الدراسة فيه 3 سنوات، بعد ال3 سنوات بتصبح الطالبة مؤهلة إنها تجلس لشهادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وتكون مؤهلة إنها تنافس في الجامعات السودانية في المساق الأدبي. أيوة. يعني حتى إذا مثلا ما عندها شهادات في الأساس وغيرها؟ لا، نظام القبول أنا ما جايك. نظام القبول للمعهد بيكون إما إنها يكون عندها نجاح في شهادة الأساس كحد أدنى، أو شهادة مجازة في حفظ القرآن الكريم. دي تسمى كشروط بالنسبة للزور. كشروط تسجيل. كشروط تسجيل اللي هم شرطين، إما كده وإما كده، إما إنها تكون ناجحة في شهادة الأساس كحد أدنى، أو تكون حافظة للقرآن الكريم بشهادة مجازة من جامعة القرآن الكريم. طيب هل عندكم عمر محدد ممكن يكون يعني عندهم قبول، ولا فاتحين دون سن الأربعين؟ دون سن الأربعين، يعني كان سؤال مهم. أي دون سن الأربعين. دون سن الأربعين. أي نعم. فأحيانا بتلقى إنه الطالبة ووالدتها بيدرسوا مع بعض في المعهد. يا سلام، قيمة كبيرة. وكمان يعني الوالدة مرات الأم بتكون متفوقة على الطالبة. عجيب. من حرصهم على العلم الشرعي. يعني. طيب المناشط والفعاليات اللي بتعقد بتنظم شكلها كيف؟ طيب بالنسبة نواصل في المعهد ذاته يعني. المعهد مؤهل يعني. منظمة ذنورين الخيرية أهلت المعهد من حيث الإجلاس والإنارة والفصول، معمل حاسوب متكامل. بيحتوي على مكتبة شرعية متوسطة فيها مجلدات يستعينوا بها الطالبات في دراستهم. إضافة لأنه بيستعين بناشطات تربويات في حل مشاكل الطالبات في السن دي، السن المبكرة. بالنسبة لفكرة المعهد، الفكرة نبعت من أنه المعهد يكون إضافة متميزة. قبله في معاهد في السودان. أيوة. في معاهد المعهد العلمي وغيره، على أساس أنه يكون فكرة متميزة في مجال العلم الشرعي في السودان، أو إضافة للعلم الشرعي في السودان، أو إرساء نقول إرساء قواعد التعليم الشرعي على بصيرة علماء الأمة الثقات. نعم. ونور أهل الإجماع من المشايخ والعلماء والدعاة وغيرهم. طيب ممتاز. طيب يمكن أخذنا فكرة عامة عن المعهد وفكرته موجود فيه وشنو تفاصيله، بدأنا نتخيل معاك أهداف المعهد. أهداف المعهد هي كثيرة، لكن في محورين مهمات شديد. اللي هو المحور الأول، أول حاجة المعهد بيسعى لتحقيق غاية اللي هو رعاية الفتاة المسلمة في السن المبكرة دي، لأن معظم طالبات المعهد لو أخذنا يمكن الأمة الكبيرات في السن ممكن تلقاهم 5 أو 4 داخل المعهد، لكن الباقي كله اللي هو في عمر الثانوي 14-15 سنة. فالغاية بتنصب في أنه رعاية الفتاة المسلمة في السن الحساسة المبكرة دي، حتى أنه الواحدة تتخرج تكون إنسانة واعية لها تأثير واضح في المجتمع. ثاني حاجة توازن شخصيتها ذاتها، فبتلقى إنه المعهد بيركز على المحاور الرئيسية اللي هو سلامة معتقدها، سلامة عقيدتها، قوة دينها، أمور حياتها المعيشية،
حتى انه يتخرجوا داعيات لهم تاثير ولهم بصمات واضحه في المجتمع وخارج المجتمع. انتم بتشاركوا الان الاسره باعتبارهم في التربيه؟ بنشارك يعني الان الاسره اذا مثلا عندهم بنات عايزين حاسينهم بدوا يمشوا في معتقدات خاطئه او انحرافات وغيرها من الاشياء، بتختصر الطريق كثير من الطرق. ايوه يعني ويجيبوا أيوة. يجيبوا عليكم مباشره، انتم بعدك بيكون في تواصل فعال وايجابي مع الاسر ومع اولياء الامور. نعم. من خلال المشرفات التربويات الموجودات في البحر. طيب درجة الاستجابة والتقبل من الأهل، يعني مرات في ناس يتوجسوا كده ويخافوا، هل بتشعروا بأنه إيجابية ومنسابة بدرجة إنها البيت تجي وتحضر، ولا ممكن يكون في بعض الناس مترددين من الحياة دي؟ طبعا في السنين يمكن الماضية يكون في تردد بسيط، لكن أسي الإقبال متزايد. نعم. لو أخذت مثلا الصف الأول عدد الطالبات 57 ونحن وقفنا التسجيل. ليه؟ لأنه لو لاحصل المجتمع والحاصل في المجتمع ظروف المعيشية والواقع والفتن، فبقى أولياء الأمور الأفضل لهم أنه يجيبوا بناتهم لمعهد شرعي يتعلموا علوم دينهم، لأنه الطالبة دي في يوم من الأيام حتكون زوجة، حتكون أم، حتكون مربية، فلازم شخصيتها تكون مالها متوازنة. فبقى في إقبال، ما في توجس من أنهم يجي يسجلوا في المعهد. طيب في نشاطات تانية غير العلم الشرعي وغيرها، يعني ممكن يكون جو الدراسة مستمر، هل في يوم ممكن يكون يوم ترفيهي او يوم مختلف غير المنشط الدعوي؟ طبعا ده سؤال في منهج الدراسة، يعني المنهج عموما بيكون بشكله كيف؟ بالنسبة للمناهج اللي بتدرس داخل المعهد، عندنا اول حاجة منهج العلم الشرعي بيدرس القرآن والتفسير والتجويد، الفقه والعقيدة والميراث، بعد ذاك الحديث النبوي، بتجي تاخذ اللغة العربية بأفروع الخمسة، الصرف والنحو والبلاغة والأدب والتعبير، كل مادة بتعتبر هي أو تصحح من 100 درجة. نعم. كمادة منفصلة عن ذاتها، يعني معناها المعهد بيركز أكتر حاجة على العلم الشرعي وعلى اللغة العربية. ممتاز. بعد ذلك بتدخل حاجة اسمها العلوم المعاصرة اللي هي الرياضيات، لابد أنه الداعية كمان تتعلم هذه العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، علوم الحاسوب. طالبة لما تتخرج من المعهد بتكون أخذت برنامج الويندوز والويرد والإكسل والبوربوينت، كلها دي إضافة معهد الإمام موسى، ما بتلقاها في كل المعاهد. في مكتبة طيب. إلكترونية في الـ في ما في مكتبة إلكترونية. طيب هو الآن سأل سؤال مهم جدا، وممكن أنا كنت منتظرها في أحد المناهج اللي هو الآن منهج دراسة. طبعا الواحد لما يقرأ كثير كده يعني بيطفش في يوم من الأيام، لازم تكون عندك حاجة مميزة. مع المنهج بتاعنا تقيل. يلا أنت بعدها حليتها كيف دي؟ حليناها اللي هو بالمناشط، النشاط التربوي او نقول عليه النشاط اللاصفي. نعم. ففي معلمه متخصصه في الجانب ده، وفي معلمات بيدرسوا بيساعدوها في مجالها. طيب برنامج النشاط اللاصفي نبداه، اول حاجه ابداه من السيمينارات والمسابقات الاكاديميه، منافسه بين الفصول بجوائز قيمه وثره، بالاضافه الى الزيارات لمعرض الكتاب، معرض الحجاب. انتوا لسه ساقينه لافين بهم في حته كده علم وعلم وعلم وعلم، بالاضافه لانه بنعمل اسابيع دعويه تحتوي على معارض وحجاب. اضافه لرحله ترفيهيه. ايوه انا جالي الرحله بس ترفيهية. رحله ترفيهيه. نعم. رحله ترفيهيه سنويه بيكون في المكان اللي بيحبوه الطالبات، يعني ويكون متفق عليه اصلا مسبقا، متفق عليه، بيكون يوم مفتوح يعني من الصباح لحد المساء. طيب في مدرما مرات في بعض الاخوات الكريمات مشغوليتهم الصباحية أكثر، يكونوا في البيت وترتيب أوقات الدراسة، قاعدين كيف تنظموها للناس اللي عندهم رغبة في الدراسة غير الصباح؟ المعهد طبعا نظامي. نعم. في من وزارة التربية والتعليم معهد نظامي ليس اتحادي وكده. نعم. في المعهد النظامي نظام الدراسة صباحية بيبدأ من طابور الصباح إلى نهاية الدوام، هسه مع التوقيت الجديد اللي هو الساعة 3 إلا ربع بنتهي اليوم الدراسي. هل في سكن للطالبات هناك ولا بس عبارة عن دراسة؟ ما في سكن. بالنسبة للمعهد بتاع الأولاد عندهم سكن، لكن للبنات ما في سكن. طبعا أنت عارف حساسية الموضوع، يعني الطالبات في العمر ده من الصعب أن يكون عندهم سكن داخليات وكده. طيب هل طلابكم أو طالباتكم بيدخلوا في المتفوقين في الشهادة السودانية أو حصة مرة دخل؟ أكيد. المعهد أول دفعة امتحنت منه كان 2009. لحد الآن نسبة نجاحه 100%، يعني 9 دفع متواصلة، إضافة لأنه أحرز المركز الأول أي الأولى على مستوى السودان 5 مرات في شهادة القرآن الكريم، 5 مرات. طيب في العام 2010 11 13 العام 2015 16 و17.
السي العام ده كانت الأولى على مستوى السودان من معهد الإمام مسلم، نسب عالية ومرتفعة. طيب أنت هسي بوصفك مديرة المعهد، هل مطمئنة للنتائج اللي ممكن تكون يعني حاصلة وشايفاها بعينك كواقع منظور، أنت شايفة مطمئنة للوضع بتاع أنه المعهد ماشي بالطريقة الجيدة والمحمودة والفيها كثير من القيم للمجتمع؟ مطمئنة أكيد طبعا، نعم. لكن بتمنى أنه يتطور أكثر من كده كرؤية يعني مستقبلية. طيب يعني الفرصة عندك لإرسال بعض الرسائل والتنبيهات لمزيد من التطوير في ختام أول الفرصة. أول حاجة بالنسبة للمعهد أو رسالة مهمة شديدة أنا عايز أسلط عليها الضوء، اللي هو معهد المعاهد الشرعية عادة بيفتتحوا بها مؤتمر الشهادة السودانية، نعم. فبيبدأ المؤتمر بشهادة القرآن الكريم بيزيعوا طالب واحد، في حين أنه في الأكاديمي مثلا بيكون 100 طالب. الرسالة أنا عايزة أسلط الضوء عليها مثلا يكون 10 من الأوائل، وأنا نعم. بقول إنهم 10 قد يكونوا من معهد الإمام مسلم الثانوي بنات، لأنه نسبهم عالية جدا كلها في التسعين. الحاجة الثانية إنه المعهد يكون عنده دور في النشاط الطلاب، الاتحاد العام للطلاب السودانيين كتكريم لأوائل الشهادة، دي برضو ما قاعد يسلطوا علينا الضوء نهائيا بالنسبة لمعهد مسلم بنات. الحاجة العايزة تانية أتمنى إنه تطوير المناهج والمواد التي تدرس داخل المعهد. أنتم إلا متابعين للوزارة فأنتم مخدمين مناهج هم. أي مخدمين. ما عندك مناهج خاصة لكم. حتى الكليات اللي بيقدموا أو بينافسوا بها كليات محددة. فأتمنى إنه يدوم مساحة أوسع حتى ما يكونوا يعني مثلا يعيشوا على هامش المجتمع، لأنه علم مطلوب في الزمن الحالي. الشرعي صحيح. أي مطلوب. يا أخي نحن حي مجهوداتك الكبيرة والله ورغبتك الصادقة ونيتك النبيلة تجاه إنك الناس تكتسب العلم الشرعي، الأكيد فيه فائدته في الدنيا وفي الآخرة. ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا أيضا فعليه بالعلم. شكرا جزيلا لك الأستاذة ناهد محمد الشريف مدير معهد الإمام مسلم الثانوي على هذه الإضاءة في المساحة الحرة. شكرا لكم وجزاكم الله خير على تحتية هذه الفرصة. وفي الختام أقول قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. العلم الشرعي من أساسيات العلوم. نعم. دنيا و نعم. شكرا. تحياتنا لك أستاذ ناهد محمد الشريف، وتحياتنا لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. معهد الإمام مسلم الثانوي للبنات يمكن أخذنا فكرة جميلة جدا عنه، صراحة ما تخيلت ممكن يكون في معهد الآن بالطريقة دي في السودان، وكمان من ذكرت بيجوا منها من أوائل الشهادة السودانية. نعم. فدي دعوة لهم، ربنا يوفقكم إن شاء الله تعالى في حياتكم. إضافة إلى تأهيل الفتيات لحياة يعني مليئة بالعلم الشرعي ممكن تختص لنا كثير من المعتقدات الخاطئة وبعض الحاجات السالبة الممكن ما تفيدنا في الحياة.